أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاسبكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليل منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد جاءت موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ليس ما شروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات
ببينات ثم تحتم العشر ببديهما ظالمان. وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ولا يتمنه أبدا بما قدمت يديه والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهما عصر الناس على حياة ومن الذين أشركوا يمت أحدهم لم يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولا يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا حتى نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تلك الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والله يخص برحمته من يشاء والله ذو القدر العظيم. ما نسق بها يجمع السهانات بخرمها أو مثلها فلم تعلم أن الله على كل شيء قادر. فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى بقبل أما يتبدل الكفر بليل فقد ضل سواء السبيل. وتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ليل كفارا حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
برهاتوا برهانكما نجوم صادقين بدا من السماء وجهه لله وهو مسلم فله أزوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وما ظن ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهما أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فبين الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكن به فأولئك هم الخاسرون يا بني أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا وارزق له من الثمرات منها أنا منهم لله ويوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذا فعل إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع ومذريتنا أمة مسلمة لك فارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وكفيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انتم شهداء. حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون. اليوم خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا نصارى تهتدوا قبيلة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما ارسل الينا وما ارسل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصوات وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبي من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولتولوا فإنما هم فيه شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله وما نسأل من الله صبغة ونحن له عابدون. ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ويقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أن الله وبلغه لمن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.